نشاط الظهيرة، أهلا بكم. هذه أبرز العناوين. الحملة الانتخابية في فرنسا تضع أوزارها، والناخبون يحسمون غدا الصراع بين اليمين المتطرف الصاعد ومكونات الجبهة الجمهورية التي ارتصت في مواجهته. تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يفضي إلى تفكيك شبكة إرهابية واعتقال مشتبه بهم بمليليا وبرشلونة وملقا ومدريد. المغرب اليوم منتدى في الدخلة يناقش سبل تنزيل الرؤية الملكية بتطوير التعاون على الواجهات الأطلسية. الإيقاعات الأمازيغية تمتزج بالإفريقية والعالمية في مهرجان تيميتار بأكادير، حيث يرحب الفنانون الأمازيغ بموسيقى العالم. تعيش فرنسا اليوم صمتا انتخابيا بعد أن وضعت الحملة للدورة الثانية من التشريعيات أوزارها، وكان سادها توتر شديد باعتبار هذه الانتخابات تاريخية قد تذهب بفرنسا إلى مرحلة يسيطر فيها اليمين المتطرف أو إلى مرحلة عرقلة وتجاذبات سياسية وحتى شلل سياسي غير مسبوق في حال لم تنبثق غالبية واضحة عن صناديق الاقتراع. وتعيش فرنسا حالة من الانقسام والتشرذم وسط منافسة ثلاثية بين معسكرات اليسار والوسط واليمين المتطرف، وكان الأخير احتل الصدارة في الدورة الأولى ليشكل مرشحو اليمين ويمين الوسط واليسار جبهة موحدة لقطع الطريق أمام مرشحي التجمع الوطني في الدورة الثانية. يوسف الحميدي. بينما بدأ الفرنسيون في أقاليم ما وراء البحار الإدلاء بأصواتهم في الجولة الثانية من التشريعيات الفرنسية، يترقب الفرنسيون ومعهم العالم نتائج اليمين المتطرف المتمثل في التجمع الوطني وحلفائه بقيادة مارين لوبين. وقبل ساعات من اختتام الحملة الانتخابية ليلة أمس، أظهرت استطلاعات الرأي أن اليمين المتطرف سيحصل على ما بين 170 و210 مقاعد، ما لن يمكنه من الغالبية المطلقة كما كان يريد عكس مناوئ صعوده من الفرنسيين. كل الناس الذين يقولون إن علينا تجربتهم لأنهم لم يصلوا إلى السلطة قط يختبئون خلف أصبع صغير، والأمر حقيقة غير مفهوم. كما تقريبا في كل مكان من العالم، اليمين المتطرف متقدم بشكل كبير، ونتمنى أن يتعبأ الناس الأحد لإنقاذ الديمقراطية والحرية وإنقاذ الجمهورية. وبينما تعبأ منافسو اليمين المتطرف لقطع الطريق عليه للحصول على أغلبية مطلقة في البرلمان الفرنسي، يرى مناصروه أنهم يريدون منحه فرصة لقيادة الحكومة برئاسة جوردان بارديلا من خلال الحصول على 289 مقعدا، أي الأغلبية في البرلمان. أتمنى أن تكون نتيجته هي نفسها كما الأحد الماضي، وإن كان الأمر يبدو معقدا. أنا منحت صوتي للتجمع الوطني لأنني في حاجة إلى التغيير ولأنه يمنحني الثقة، وكما ما يقال نريد أن نجرب. أنا كذلك أريد أن يتغير الوضع، أن تتوقف عملية زيادة الضرائب علينا، لا يمكننا تحمل هذا الوضع. وبالنسبة إلي أعتقد أنه من الضروري أن ينال التجمع الوطني فرصته. جبهة جمهورية جديدة تشكلت للوقوف في وجه صعود اليمين المتطرف إلى السلطة، فهل يوقف الفرنسيون هذا المد؟ أم أن التخوفات من تراجع نسبة المشاركة قد تحقق حلم جوردان بارديلا بقيادة الحكومة وتعيش معه فرنسا أول حالة تساكن بين رئيس جمهورية واليمين المتطرف؟ وفي بريطانيا، بعد تعيينه الرسمي رئيسا للوزراء بعد استقباله من قبل الملك تشارلز الثالث، بدأ كير ستارمر أمس تشكيل حكومة عمالية على إثر الانتصار الساحق لحزبه في الانتخابات التشريعية. أبرز هذه التعيينات أن نصب راشيل ريفرز وزيرة للمالية لتصبح أول امرأة تشغل هذا المنصب في تاريخ بريطانيا، وبهذا كسرت المستشارة الجديدة للخزانة واحدا من آخر السقوف الزجاجية المتبقية للنساء في السياسة البريطانية. وكان حزب العمال اكتسح الانتخابات العامة وأنهى 14 عاما من سيطرة المحافظين، شهدت إدارة 5 قادة مختلفين للبلاد. ونعود إلى الشأن السياسي الفرنسي والدورة الثانية من التشريعيات التي تجرى غدا لتحليل
مجريات هذه الانتخابات وما قد تؤول إليه النتائج. يحضر معنا ضيفا في الأستوديو السيد عبد الحميد جمهري المحلل السياسي للقناة. أهلا وسهلا بك سيد جمهري. إذا غدا الجولة الثانية من الانتخابات التشريعية الفرنسية بعد أسبوعين من جولة أولى شهدت صعودا كبير لليمين المتطرف. بماذا تختلف سيد جمهري هذه الدورة الثانية في التشريعيات الفرنسية بشكل عام وفي هذه التشريعيات الحالية بالخصوص؟ أولا الحالة الذهنية التي يوجد عليها الفرنسيون أو النخبة السياسية الفرنسية بشكل عام، لأن فرنسا تحبس أنفاسها كما لم يسبق لها أن كان ذلك عشية الدور الأول، فإما أنها تدخل في مرحلة تاريخية هي الأولى من نوعها في تاريخ الجمهورية الخامسة بوصول اليمين إلى ماتينيو، وإما أنها ستتنفس الصعداء وتؤجل هذا الشعور بالتحول إلى انتخابات يعني قادمة إلى آخره، ثم أيضا بوجود عناصر جديدة في المعادلة الانتخابية، أولها ميلاد الجبهة كما ذكرتم، يعني ميلاد الجبهة الجمهورية. اثنين هو الرجة التي حدثت في أوساط اليسار في توحيد نفسه. ثلاثة بالارتباك الذي يسود أولا المعسكر الرئيس إيمانويل ماكرون ثم اليمين التقليدي أو الجمهوريون. هذه عناصر بطبيعة الحال جديدة في المعادلة ديال يعني الانتخابات التي ستقوم يوم غد. تبقى هناك عناصر مجهولة أو كما يسمى في الرياضيات يعني على الأقل العنصر المجهول، على الأقل فيه هو مدى الانضباط الذي الانضباط الجمهوري كما يسمى في الثقافة الفرنسية لدعوات من أجل إقامة سد في وجه اليمين المتطرف. طيب هذه الدعوات لإقامة سد سيد الجمهري، اليمين المتطرف يضطر مرة أخرى أو يضطر المعسكرات الأخرى المنافسة له إلى التكتل للتصدي له، وبالفعل تم تشكيل هذه الجبهة الجمهورية التي تحدثنا عنها واضطر مرشحون للانسحاب لصالح مرشحين آخرين. إلى متى ستنجح هذه الجبهة في قطع الطريق على اليمين؟ هل هو صاعد حتميا فقط نؤجله زمنيا؟ من المؤكد أنه صاعد، لأنه منذ 1972 إلى الآن تحول الحزب من حزب منبوذ باغية كما يقال بالفرنسية إلى حزب أصبح التطبيع معه موجود لا مستوى النخبة ولا مستوى الشعب، وهذا عنصر حاسم أيضا في مدى الالتزام بهذا الانضباط الجمهوري، لأنه اليوم الحزب اليمين المتطرف هو حزب أصبح شبه عاديا في المشهد السياسي، وبالتالي درجة يعني الانخراط في الوقوف في وجهه تختلف على ما حدث في 2002 أو 2022 أيضا، سواء مع الشراك وفي يعني محطات انتخابية أخرى. اثنين أن الجبهة غير متفقة في مكوناتها على الشعار أو على الدعوة، ففي الوقت الذي كان هناك يعني دعوة موحدة ما بين الجبهة الشعبية واليمين على وقف هذا المد، هناك خلاف داخل معسكر الرئيس نفسه، ففي الوقت الذي مثلا نجد أن أطال اللي هو رئيس الحكومة وزير الأول الحكومة وإدوار فيليب يعني يختلفان في تعريف هذه الجبهة الجمهورية ومدى الالتزام، واحد يدعو إلى أنه يجب عدم التصويت لا على الجبهة يعني الشعبية ولا على التجمع، في حين أنه هناك دعوة إلى تصويت انتقائي من طرف أطال، هما معا يختلفان مع ماكرون فيما يتعلق بمدى الالتزام. هذا الارتباك وهذا الغموض، ماذا عن السيناريوهات المتوقعة؟ أغلبية لليمين المتطرف أو مركز أول له دون أغلبية تمنحه الحكم، ربما حالة تعايش بين اليمين ورئاسة أو بين حكومة ورئاسة متنافرين في حال صعود اليمين، يعني كيف هو المشهد إذا انتهت الانتخابات دون معرفة من سيقود الحكومة؟ ما هي أبرز السيناريوهات؟ السيناريو الأول وذكرتي هو أنه تكون الأغلبية لبارديلا ومارين لوبين، وفي هذه الحالة سيكون الرئيس مجبرا على التعايش مع الحكومة اليمينية، وهنا سيكون هناك خلافات أساسية أولها الموقف من أوروبا، ثم داخليا هو أن الرئيس سيفقد الكثير من يعني من قوته المؤسساتية، فهو اليوم رئيس
يعني الدولة، رئيس الحكومة أيضا رئيس الأغلبية إلى آخره، الشيء الذي سيفقده. اثنين، أنه ستكون هناك يعني أغلبية نسبية لليمين، وهنا يبقى المجال مفتوح للرئيس لكي يشكل أغلب حكومة أقلية، وهي نفس الشيء التي قادها منذ انتخابات 2022 التي لم تعطيه الأغلبية الساحقة. إما أنه سيكون السيناريو الثالث وهو حكومة تقنية، وهي يعني القوانين الجمهورية تسمح بهذا الشكل ولكنها عادة لا تدوم، وربما سيكون هناك السيناريو الإيطالي لا في الأزمة ولا في الحل. والسؤال هنا عند الفرنسيين، من هو هذا الذي سيكون في مستوى دراغي الذي قاد هذه الحكومة التقنية؟ وهي مسألة ستدخل فرنسا بطبيعة الحال في دوامة من التغييرات السياسية ومن سقوط وقيام حكومة مدتها قليلة. طيب، هذا المشهد الغامض الذي يرتسم في فرنسا هو نتيجة ماذا لو نعود إلى الأسباب؟ طريقة حكم الرئيس إيمانويل ماكرون أو أسباب موضوعية محضة تعيشها ليس فقط فرنسا بل باقي دول العالم والتي أضحى فيها صعود اليمين المتطرف ظاهرة عالمية؟ بطبيعة الحال حينما ننظر للأمر في المشهد الماكرو سياسي نقول الفرنسي. بأن هذا جزء يعني من صعود اليمين، أولا لارتباطه بقضايا الهوية، موقف من الآخر، أيضا موقف من السيادة الوطنية والابتعاد نوعا ما على الخطاب الأوروبي القاري الموحد. وشاهدنا هذا في المجر مع أوربان، وشاهدنا هذا في إيطاليا مع جورجيا ميلوني، وأيضا في العديد من الدول التي أصبحت اليوم تحت حكم اليمين. إذن هناك عناصر تهم الهوية والمسألة الثقافية، وهذا مسألة أساسية. الموقف من الآخر وشيطنته، ولم يسبق أن كان الآخر سواء كان مسلما أو كان مهاجرا إفريقيا أو كان حتى داخل المجتمع نفسه كأقلية أو كنساء إلى آخره، يعني موضوع استثمار سياسي كما يتم مع اليمين. هناك أيضا ما هو خطأ في التقدير بالنسبة لماكرون، كما يقول الفرنسيون اليوم، أراد ماكرون أن يحل الجمعية العامة أو الجمعية الوطنية الفرنسية، لكن حل الحزب وحل الجمهورية برمبنتها. وأيضا هناك ما يسميه خيانة العلماء على ترايزون دي كليرك، وهي أنه النخبة أحيانا تغرق في حساباتها يعني الضيقة، وهذا نشاهده في الكثير من الأنظمة، وبالتالي أنها تتنكر لهذا يعني بعدها وقربها من الناس، وإذا بالقيم الديمقراطية والقيم الجمهورية التي تحكمت فرنسا. أنه أيضا هناك يعني أسباب ذات ارتباط بالوضع الداخلي لفرنسا، اللي فيه الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والتي أثرت بشكل كبير على خطاب لا الجمهوريين ولا اليسار نفسه. طيب، في حال تكرر صعود اليمين في هذه الدورة أيضا على المستوى الخارجي، فرنسا الاتحاد الأوروبي، فرنسا الهجرة، فرنسا العلاقات مع الشركاء، كيف ستكون؟ هناك أشياء التي تحكم ويحكمها منطق الدولة وهي مصالح فرنسا، ولا أعتقد أنه سواء كان اليمين أو كان اليسار أنه سيتنكر لهذه المصالح. درجة الحدة في التعامل مع هذه المصالح، يعني درجة العشرفة أو درجة تمركز الإثني الإثنو ذاتية إلى آخره، ستختلف. أيضا هناك قضايا التي يعالجها اليمين المتطرف يعني مجرد وصوله إلى ماتينيون، منها مثلا حذف المساعدة الطبية التي تخدم، فيها أيضا ما يتعلق بالمهاجرين والرفع من مستوى الاحتياط الإداري، فيها الجانب المتعلق بقانون يعني الحق في الجنسية لمن ولدوا لدغوة دوسول إلى آخره. هذا أعتقد أنه سيباشر العمل فيها، وللأسف أنها غير مكلفة من حيث الاقتصاد ومن حيث المالية، وهناك دعم معين في حدود معينة من طرف الرأي العام الذي أوصل هذه التيارات إلى الحكم. ابقى معنا سيد عبد الحميد جماري، سأعود إليك ضمن هذه النشرة. بفضل تنسيق أمني مع الأجهزة الأمنية المغربية، إسبانيا تفكك خلية إرهابية موالية لما يسمى تنظيم الدولة. ففي عملية أمنية بين مشتركة بين الحرس المدني الإسباني والمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني المغربية، تم إلقاء القبض على 9 مشتبه بهم في كل من مليليا ومدريد وملقا وبرشلونة. هذه العملية المشتركة بين الأجهزة الأمنية المغربية والإسبانية تناولتها
الصحافة بشكل واسع تؤكد على أهمية التعاون الدولي في مواجهة التهديدات الإرهابية. طارق غانم. تفكيك خلية إرهابية تضم 9 شبان متورطين في نشر محتويات إلكترونية باستخدام الذكاء الاصطناعي تحرض على ارتكاب أعمال عنف هي وجه آخر من أوجه التنسيق والتعاون الأمني بين الرباط ومدريد. نجاعة الجهاز الأمني المغربي تمكن السلطات الإسبانية من تفكيك خلايا إرهابية ناشطة بعدة مناطق في إسبانيا. يعنون الموقع الإلكتروني لوتروسون سوسونت المقال أورد تفاصيل العملية المحكمة وكيف يساهم تعاون المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في دعم نظيراتها بالدول الصديقة على غرار الجارة إسبانيا. التعاون الأمني المغربي الإسباني يفكك خلية إرهابية تستعين بالذكاء الاصطناعي، عنوان بارز على موقع هسبريس. كاتب المقال تتبع خيوط التنسيق الثنائي والمساهمة الفعالة للجهاز الأمني المغربي في تجفيف منابع الإرهاب إقليميا. الحرس الإسباني والأمن المغربي يفككان خلايا إرهابية في عدة مدن إسبانية، عنوان عارض على موقع 20 دقيقة الإسباني. كاتب المقال اعتبر أن الرباط ومدريد يكثفان جهودهما منذ مدة في الكشف المبكر عن التهديدات الإرهابية المحتملة ضد الأمن العام. صحيفة أبي أنيوز الإسبانية أشارت في مقال لها إلى التعاون الإسباني المغربي والإطاحة بالخلايا الإرهابية التي تهدد أمن البلدين. المغرب وإسبانيا يطلقان عملية ثنائية جديدة ضد الإرهاب. صحيفة أتلايار الإسبانية تعود إلى أهمية التعاون الأمني الذي يطبع علاقات الجارين والقضاء على الخلايا التي وصفتها الصحيفة بالنائمة. التعاون الثنائي ترى فيه الصحف الإسبانية نموذجا لعلاقات الصداقة والتنسيق الثنائي. أعود إليك سيد عبد الحميد الجماهري المحلل السياسي للقناة. إذن هذه العملية هي ثمرة أخرى للتعاون الأمني القائم بين المغرب وإسبانيا. في الواقع يجب أن نقر بأن هذا العنصر الأمني خصوصا التعامل مع الجارة الإسبانية استمر قويا ومتناميا حتى لما كانت فترات الأزمة بيننا وبين مدريد، والشيء الذي جعل أنه الكثير من المسؤولين الأمنيين ومنهم المسؤول السابق عن المخابرات العسكرية الذي كان قد صرح بأنه لولا المغرب لكان تعرفت إسبانيا نسبة ومنسوب عالي من العمليات التي تهدد أمنها. اثنين، أن بطبيعة الحال إسبانيا هي في كوكبة الدول الأوروبية التي فهمت وأدركت بفعل ما تراكم لديها من خبرة، وأيضا من جدية التعامل المغربي مثل فرنسا مثل ألمانيا بأن المغرب أصبح نقطة عبور إجبارية فيما يتعلق بمواجهة الإرهاب. وبطبيعة الحال نحن نذكر في هذا السياق على الأقل واحد جوج المحطات الأساسية والتي أشادت بها أوروبا والكثير من الدول بما فيها الولايات المتحدة، وترأس المغرب للمؤتمر الحلف مواجهة داعش والإرهاب الجديد إلى آخره، وأدواره في إفريقيا، وكانت لأول مرة أرض إفريقيا تحتضن هذا المؤتمر. الجزء الثاني وهو أنه في 2025 سيكون المغرب هو الحاضن للتعاون منظمة التعاون الدولي للشرطة الدولية، وبالتالي هذا يركز المغرب كمخاطب أساسي. أقول في النهاية لحد الساعة ما يتوفر المعلومات وهو أنه ما يقدمه المغرب يعني في هذا التعاون يفوق بكثير ما يتلقاه، وهذه حقيقة طبيعة الحال تزيد من فخر المغاربة، لكن أيضا تضع أنه يعني على الطرف أو الشريك الأوروبي بالأساس يعني مسؤوليات أخلاقية وسياسية لدعم المغرب في مواقفه ومواقعه دوليا كقوة إقليمية أساسية في محاربة الإرهاب وأيضا في ضمان الاستقرار السياسي والاقتصادي في المنطقة. أشكرك جزيلا الشكر السيد عبد الحميد الجماهري المحلل السياسي للقناة. شكرا لك. شكرا لك. في إيران أعلن فوز المرشح الإصلاحي مسعود بيزشكيان في السباق الرئاسي أمام المرشح المحافظ المتشدد سعيد جليلي حسب نتائج أولية نشرتها وزارة الداخلية بعد الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وأحصى مسؤولو الانتخابات الإيرانية حتى الآن أكثر من 30 مليون صوت حصل بيزشكيان منها على ما يزيد عن 16 مليون صوت، وجليلي على أكثر من 13 مليون صوت.
وبلغت نسبة المشاركة 49.8% في الجولة الثانية من هذه الانتخابات الرئاسية التي نظمت على عجل لاختيار خلف لإبراهيم رئيسي الذي لقي حتفه إثر سقوط طائرة مروحية كانت تقله في 19 من مايو الماضي. العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة متواصل منذ 274 يوما، وفي قصف على مخيم النصيرات والدير البلح في وسط القطاع سقط 25 شهيدا. تتواصل الغارات والقصف فيما تجري في الدوحة مساعي للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. جليلة بن فتان. يحملون جثامين أقربائهم وأطفالهم، وآخرون يبحثون بين الأنقاض عن موتى أو أحياء تحت الركام، يتسارعون بهم إلى المستشفيات القريبة أو ما بقي منها. هي يومية سكان غزة الذين باتوا لا يتنفسون سوى رائحة الدم والموت في ظل ظروف إنسانية مأساوية. فمنهم من ينتظر موتا مفاجئا لا يعرف كيف يأتي، ومنهم من يبحث عن مكان ينزح إليه ربما يقيه موتا مفاجئا. فالقصف الهمجي البري والبحري والجوي وراءهم أينما ذهبوا. دخلت الحرب الإسرائيلية في غزة يومها 274 لتسقط شهداء جدد وجرحى فجر اليوم بمخيم صيرات والمناطق الشرقية من حي الزيتون، ونسفت منازل في حي الشجاعية شرق المدينة. أرقام تنضاف إلى ما خلفته هذه الحرب الهمجية منذ 7 أكتوبر الماضي، أزيد من 38,090 شهيدا وما يفوق 87,700 جريح، والآلاف من الضحايا ما زالوا تحت الأنقاض وفي الطرقات لم تستطع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم. هذا التصعيد المستمر فاقم الأزمة الإنسانية وزاد من معاناة السكان المحليين الذين يعيشون ظروفا إنسانية في ظل نقص الغذاء والماء، ما يهدد بشبح المجاعة والموت خاصة في صفوف الأطفال. في الجانب الدولي، قبلت حركة حماس مقترحا أمريكيا لبدء محادثات تتعلق بإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين خلال 16 يوما بعد المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، إلا أن فجوة رئيسية تتعلق بالمادة 14 من مقترح وقف إطلاق النار والتي تصر فيها حماس على ضمانات مكتوبة من الوسطاء لا تزال قائمة. طلب محامو والمرشح للرئاسية الأمريكية الرئيس السابق دونالد ترامب من القضاء تعليق القضية المرفوعة بحقه بتهمة سوء التعامل مع وثائق سرية، مشيرين في طلبهم إلى قرار المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة واسعة من الملاحقة القضائية. وكانت أعلى المحاكم الأمريكية قضت الاثنين بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة مطلقة من الملاحقة الجنائية عن أعمال رسمية قام بها وهو في السلطة، ويدفع ترامب بالحصانة في القضايا الجنائية الأربعة التي تواجهه. مدينة الداخلة تستقبل شخصيات وطنية ودولية من صناع قرار ودبلوماسيين وفاعلين اقتصاديين ضمن منتدى المغرب اليوم، الذي يناقش الإمكانيات والوسائل التي يجب اعتمادها والتحديات التي يتعين رفعها لتنزيل الرؤية الملكية لتنمية الواجهة الأطلسية لإفريقيا وولوج دول الساحل إليها. روبورتاج نزار بحوت، تحرير جيهان دوبلالي. في اليوم الثاني على التوالي تتواصل حلقات النقاش حول موضوع إفريقيا الأطلسية من أجل منطقة قارية مندمجة وشاملة، ويهدف المنتدى في نسخته 7 إلى تعبئة جميع الفاعلين المعنيين بهذه الرؤية الملكية. للمغرب سياسة تقريب الشعوب، ولسنوات طويلة كان له ارتباط وثيق مع بلدان القارة الإفريقية، وكل مبادرة تأتي من المغرب يعتمدها الأفارقة بكل مصداقية. هي مبادرة قيمة، ويجب تقديم الأفكار لتنزيل المشاريع المبرمجة، لأن الوقت يمر بسرعة وبعد 2 أو 3 سنرى هذه المشاريع على أرض الواقع. في برنامج المنتدى 7، بالإضافة إلى ندوات واللقاءات، زيارات ميدانية لتفقد البنيات التحتية التي ستحتضن تنزيل هذا الورش الملكي الكبير. جميع دول الساحل معنية بهذه المبادرة المهمة، خصوصا مع الثقة الكبيرة التي تمنحنا السلطات المغربية. ويجب الإشارة إلى أن هذه المبادرة كنا ننتظرها من أجل إقلاع حقيقي.
مبادرة الأطلسي ستمكننا من معالجة العديد من مشاكل الشباب، خصوصا تلك المتعلقة بالشغل والتمويل. صعوبات ستحل بالبنيات التحتية التي ستوفرها المبادرة من خلال تقديم فرص الشغل. ومن المنتظر صياغة توصيات هذا المنتدى الذي عرف مشاركة أزيد من 500 من الخبراء والدبلوماسيين وصناع القرار، توصيات سيتم تدوينها في الكتاب الأبيض. نشاط الظهيرة متواصلة فيها أيضا. على مساحة 17,000 متر مربع، المسبح الكبير المطل على الساحل الأطلسي يستقبل أعداد غفيرة من المصطافين بالرباط تزامنا مع العطلة الصيفية. الإيقاعات الأمازيغية تمتزج بالإفريقية والعالمية في مهرجان تيميتار بأكادير، حيث يرحب الفنانون الأمازيغ بموسيقى العالم. وقبل ذلك، بنية صحية جديدة افتتحت مؤخرا في مراكش تعزز العرض الصحي بالجهة في مجال علاج السرطان وأمراض الدم. روبورتاج عادل بوزكري، تحرير رحمة الحناوي. يتوفر على آخر التجهيزات وأكثرها دقة في تشخيص وعلاج وجراحة السرطان وأمراض الدم. المستشفى الجديد الذي فتح أبوابه مؤخرا لاستقبال من يرزح جسمهم تحت وطأة أمراض ليس علاجها بالهين ولا اليسير. المستشفى تتمركز به كل التخصصات في المجال. صحة متخصصة في ورائدة في علاج الأورام بالطريقة الإشعاعية والكيميائية، وكذلك كل ما هو حول أمراض الدم. طاقتها الاستيعابية تفوق 100 سرير، وسيعمل بها أكثر من 200 موظف بطريقة مباشرة. علاجات كيميائية ومناعية وإشعاعية وغيرها ضرورية في رحلة طلب الاستشفاء. المستشفى يوفر كذلك وحدات للعناية المركزة والتحاليل الطبية والمستعجلات. الهدف هو المريض ميك يكون عنده سرطان ولا مرض دم، يكون عنده العلاج الكامل من الجراحة، من العلاج الكيماوي، من العلاج بالأشعة، من اللي خاصه من التحاليل لا بالأشعة ولا التحاليل البيولوجية. هو مستشفى متميز لأنه الوحيد في المناطق جنوب المملكة الذي يوفر كل ما يحتاجه المصابون بأمراض الدم، الحميدة منها والخبيثة، وكل ما يحتاجه مرضى السرطان عموما. يقدم كذلك علاجا تكميليا في برنامجه أنشطة عديدة لمواكبة رحلة علاج المرضى، مرضى السرطان الذي يعد ثاني أسباب الوفاة ببلادنا بعد أمراض القلب والشرايين، ويصيب سنويا أكثر من 50,000 شخص. في النشاط أيضا، الرباط مدينة الأنوار العاصمة الثقافية للمملكة، تجهيزاتها ومساحتها الخضراء وبنيتها الترفيهية توفر لسكانها وزوارها خلال العطلة الصيفية اختيارات عدة، على رأسها المسبح الكبير المطل على الساحل الأطلسي. المسبح يمتد على مساحة 17,000 متر مربع. روبورتاج نادية أحتا وهدى جديد. كلما سجلت درجات الحرارة ارتفاعا، يشهد المسبح الكبير للرباط إقبالا متزايدا من طرف الراغبين في قضاء لحظات من الاستجمام والترويح عن النفس. موقعه الاستراتيجي والخدمات الاستيافية التي يوفرها عوامل تحفز سكان الرباط والمدن المجاورة على ارتياد هذا الفضاء العمومي. كنجي كل عام لهذا المسبح، وكنجيب وليداتي، وتبارك الله كثير ما عندي ما نقول فيهم. بالنسبة الماء لابيسين زوين وكيتبدل كل سيمانه، والماء ديالو ازرق زوين، يعني ثمنه زوين والمرافق ديالهم بخيره، كاين الامن، الامان، النظافه، كل شيء زوين فيه. توفر كل شيء هنايا، وكاين ديسنا، كاين حوانت، كاين كل شيء هنايا. المسبح الكبير للرباط يصنف ضمن أكبر المسابح في إفريقيا بسعة مياه تصل إلى 27,000 متر مربع. يحظى المصطافون طيلة الموسم الصيفي ببرنامج تنشيطي متنوع. المسبح الكبير لا يقدم فقط فضاء، ليس هو فقط فضاء خاص بالسباحة، بل كذلك يتم تنظيم مجموعة من الأنشطة الترفيهية والثقافية والرياضية حتى يتسنى للمواطنين باش يدوزوا اليوم ديالهم في أحسن الظروف.
المسبح يمكن أن يستقبل يوميا ما يزيد عن 5000 مستفيد. تتوفر هذه المنشأة على 4 مسابح مختلفة الأحجام مخصصة لمختلف الفئات العمرية. ليلة ثانية من ليالي مهرجان تيميتار عاشتها أكادير أمس النسخة 19 من المهرجان، تمتزج فيها الإيقاعات الأمازيغية بالموسيقى الإفريقية وموسيقى العالم. وفاء لشعار هذا الحدث الثقافي، الفنانون الأمازيغ يرحبون بموسيقى العالم. روبورتاج الحسين الزيك رشيد لطفي. احتفاء خاص من تيميتار بالأنغام الإفريقية. المجموعة الموسيقية أمازونيات إفريقيا أبدعت أمام هذه الحشود أشهر أغانيها التي تحتفي بالمرأة الأفريقية وبنساء العالم. إنها فرحة هائلة أن نكون هنا مع هذا الجمهور. حضورنا كان للاحتفال بالحرية بحقوق المرأة وبجمالها. كان من دواعي سرورنا رؤية الكثير من النساء معنا في هذه الليلة. بعد الأنغام الأفريقية أنغام أمازيغية لمجموعة حميد نرزاف. إنه وفاء دائم لرموز وعلامات تيميتار. الفنانون الأمازيغ يرحبون ويحتفون بموسيقى العالم. إغليس سلمى قادير إيغا يون موكار مقرن حل العالم اللي تبارطاجين الثقافة الأمازيغية جميع الثقافات العالم، يعني تقا درس لو تيم الانفتاح في ثقافات العالم. الليلة الثانية من تيميتار سجلت حضورا جماهيريا كبيرا ملأ جنابات الساحة الرئيسية للمهرجان. هنا أبدع الفنان الدوزي أشهر أغانيه التي تستحضرها هذه الجموع من الجماهير. مهرجان اللي ميتشي كيتشغال في الأغنية العربية والأمازيغية واللي عنده جمهور ما شاء الله يحجلوا من كل مناطق المملكة. اليوم أنا جيت سعيد بتواجدي في هذه الليلة. تيميتار علامات وثقافة، سيتواصل اليوم في ليلة الاختتام عبر 3 منصات بأكادير ساحة الأمل وبجوان والهواء الطلق في موعد سنوي يحتفي بالموسيقى الأمازيغية وانسجامها مع الأنغام والموسيقى المغربية والعالمية. في ختام النشرة إليكم تذكيرا بأبرز ما جاء فيها. الانتخابات أو الحملة الانتخابية في فرنسا تضع أوزارها، والناخبون يحسمون غدا الصراع بين اليمين المتطرف الصاعد ومكونات الجبهة الجمهورية التصت في مواجهته. تنسيق أمني بين المغرب وإسبانيا يفضي إلى تفكيك شبكة إرهابية واعتقال مشتبه بهم بمليليا وبرشلونة وملقا ومدريد. لإعادة مشاهدة النشرة ولمزيد من الأخبار تفضلوا بزيارة موقعنا دوزيم.ما وتطبيق ماي دوزيم. شكرا على المتابعة، إلى اللقاء.